وانتقلنا لفقرة جدا مهمة، واليوم ممكن أغلب الأشخاص عم تعاني من مشكلة الشخص التوكسيك بحياتها. هذا الشخص يسمى أو بيندرج تحت اسم العلاقة السامة. اليوم موضوعنا جدا مهم، وكثير من الأشخاص بيعانوا منه، هي العلاقات الاجتماعية السامة. يمكن اليوم بكل شخص، بكل حياة شخص أكيد موجود شخص سام بيعامله ممكن بنرجسية، أو هذا الشخص ممكن يكون رمادي ما له معروف هذا الشخص بيحبنا أو بيكرهنا، هو لطيف معنا ولا قاسي، شو بده منا بالضبط وشو هي اهدافه ما انه معروف شيء. وايضا كمان بيكون شخص غامض واهدافه غير محدده، فنحن بهي الطريقه من المعامله بنفوت بالحيط وما بنعرف هذا الشخص شو بده مننا. واكيد في مرحله كثير مهمه واللي هي مرحله التشافي والتعافي من هذا الشخص، وممكن كمان تؤدي لتعلق مرضي اوقات. يا هايدي صحيح يا عفاف، يعني مثل ما ذكرتي اليوم يمكن صعب كثير انك تتعافي من علاقة سامة. ولما نقول علاقة سامة ممكن تكون هي العلاقة عاطفية أو بين الزوجين أو بين الأصدقاء أو حتى بالعمل، لكن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي وبيحب على طول يكون علاقات ومعارف بحياته، هي العلاقات تكون مثالية، ولكن للأسف ممكن بعد فترة يكتشف أنه هي العلاقة سامة ويصير صعب كتير عليه أنه يطلع من هي العلاقة، لأنه ممكن كتير يسبب له أذى نفسي. طيب اليوم قدين احنا مهم نتأنى باختيار الأشخاص يلي بدهم يدخلوا بحياتنا، وكيف ممكن اليوم نتعافى من العلاقة السامة؟ كتير من الأمور يلي رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم الاختصاصية التربوية راما حمود. يسعد صباحي. يسعد أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يعني اليوم عم نحكي على موضوع ما فينا نتهرب منه، كمان نحن ما فينا نكتشفه بسهولة، نعرف فورا انه نحن بعلاقة سامة ولازم نحن نبعد ونتشافى منها. ممكن بعد فترة ونفكر حالنا بالسليم وبعدين نتفاجأ، بس خلينا بالبداية قبل ما نفوت بهي القصة نعرف شو هي العلاقات الاجتماعية السامة بين قوسين. هلأ بداية خلينا نحكي عن العلاقات الاجتماعية بشكل عام ونميز بين أنواعها، لأنه أكيد كلياتنا مرينا بالأنواع المختلفة. هلأ العلاقات الاجتماعية هي ضرورية للحياة، لأنه أنت ما بتقدري أصلاً تعيشي لحالك أو منعزلة، قد ما قدرتي أو قد ما حاولتي تكوني وحيدة رح تحتاجي بمنحة من مناحي الحياة أنك تكوني مع حدا، هل هذا الحدا هو عائلتك أو الأصدقاء نطاق العمل، فإجباري رح يكون عندك إما علاقات اجتماعية صحية، وهذا اللي قلته عنه المثالية يلي شبه معدومة صارت خاصة بظروف الحياة اللي نحن هلأ عم نمر فيها. طبعا هي ضرورية لاستمرارية الحياة بأنواع المختلفة. النوع اللي نحن لازم نحكي عنه أو نضوي عليه يلي هو العلاقات السامة أو المضطربة، يعني أنا إذا ما بدي أقول إنها هي سامة بدي أقول عنها أنه هي غير صحية، يعني ما بتناسبني، ممكن تكون مناسبة لحدة تاني إذا كان هذا الشخص متواجد مع حدا، ممكن يكون في وجهات نظر متبادلة، يكون في مشاعر متبادلة أو متقاربة، ممكن تكون العلاقة صحية. يعني أنا كمان الشيء المهم بعلاقاتي أني ما أضع اللوم على حالي دائما أنه أنا الشخص الغلط، هذا اللي إحنا بنوقع فيه دور العلاقات السامة. يعني شوف أنا نوع من التعلق بالعلاقات السامة، وحتى بيوصل أكثر من التعلق إدمان. يعني أنا ما عندي مشكلة أنه هذا الشخص هو خطأ بحياتي، لكن أنا إذا خيرتك بين أنه ما في علاقات أو بين علاقة سامة، لا بيختار الشخص وجود العلاقة السامة، وهذا هو الغلط اللي نحن بنوقع فيه. أنه بما أنه الحياة متنوعة ومتعددة ومجالات الحياة كتير كبيرة، فما رح توقف على شخص. أنا وقت بآمن بهذا المبدأ ممكن أطلع أو بلش يعني أتعافى من هي العلاقة. فينا نسمي هي المرحلة تعلق مرضي؟ طبعاً تعلق مرضي، وإذا استمرينا عليها رح تكون إدمان. يعني أنا في عندي أكثر هي المرحلة، إذا وصلنا لها صعب كتير نرجع مثل الأول. لقلك ليش؟ لأنه بيكون عندنا السبب الأساسي لهي العلاقة أو لوجودك أنت واستمراريتك بهي العلاقة، أنك شايفة حالك أنه أنت منيح قبلان فيني، يعني منيح أنه تاركني بحياته بغض النظر إن كان ضمن العيلة. يعني أنا
كمان حتى طرق التعافي بتختلف اذا كان ضمن نطاق العائله الواحده. ما فيكي لانه ما فيني حد من العلاقه. تمام. اول شيء لحتى اطلع من العلاقات السامه اني حد من العلاقه، فاذا كانت من الاقرب يلي هي نطاق الاسره الواحده فهون الصعوبه. تمام. بعد ما تعرفنا راما بشكل عام عن العلاقة السامة اليوم اللي بتكون موجودة بين أي شخصين بأي علاقة، خلينا نوضح شوية الأسباب اليوم يلي بتأدي ل يمكن الشخص يكون مؤذي أو يكون بعلاقة سامة. خلينا نوضح، هل ممكن يكون الشخص عاش يمكن بتجربة صعبة بالماضي أو شيء هو صغير تعرض له لحتى هو صار بالمستقبل شخص مؤذي وعن جد نقول عنه أنه شخص سام؟ هلأ شوفي، أنا كثير في اسباب هي لهي العلاقات السامه، لكن اكثر الدراسات اشارت انه اول شيء بيأثر على الشخص هو بيئته الحاضنه. تمام. يعني ماضي الطفوله، طفولته كيف عاشها، هل هو عاش بعلاقات ايجابيه فعاله ضمن هي الاسره، هل كانت علاقاته الاجتماعيه ايجابيه، اذا كانت علاقات ايجابيه فحتما هو رح يجذب لعنده طاقه ايجابيه، رح تكون علاقاته جيده نوعا ما. يعني أنا ما فيني أقول عن علاقة إنها جيدة أو صحية بشكل كامل، لأنه بالنهاية ما في حدا كامل، إجباري في أخطاء، لكن العلاقة السامة هي ترجع للطفولة. إذا كان خاصة هلأ الدراسات اللي عم تثبت إنه الطفل اللي طلع من عائلة فيها انفصال بالوالدين عند الوالدين، هو غالبا رح يكون هو عنده انتهازية، عنده نرجسية أحيانا، يعني بحب ينتهز المواقف وياخذ كل شيء لصالحه، قد ما كان غلطان ما بيعترف بالغلط. فنوعية الحياة اللي عاشها هذا الطفل رح تنعكس على حياته القادمة. هي بالدرجة الأولى. في شيء كتير مهم يلي هو متلازمة الخوف من الفقد، يعني كمان هي فيني أنا رجع لطفولته إذا كان هو فاقد لأحد الوالدين أو فاقد للمحبة من أصدقائه، فهو بالمستقبل بيخاف إذا حصل على حدا فبيقلك أنه لا منيح أنه هو قبلاني، لأنه هو عاش هذا الفقد فبيخاف أنه يرجع يعيشه، فبيحافظ على هي العلاقة وبيصير عنده نوع من الإدمان قولا واحدا. هلأ الشيء اللي أكبر يلي هو عنده مليان صندوق الرفض. كان متعرض بحياته، طبعا شوفي كل شيء لحياته الماضية معناتها قدي أنا مؤثر عندي كتير. الطفولة لأرجع أنا لفكرة الطفولة مشان الرفض، خاصة نحن حكينا كثير بصباحنا غير عن إشباع الحاجات العاطفية. صحيح. للطفل، فقد ما أنا كنت مأشبع هي الحاجات العاطفية للطفل بيطلع مستقبلا قادر يعبر عن مشاعره، فالتعبير عن المشاعر يعني شوي بيحافظ عليه إنه لو رفضه المجتمع هو عنده حدا بيرجع له بيقدر يعبر عن مشاعره. فإذا كان عنده مليان صندوق الرفض، يعني كتير عالم رافضته بحياته الماضية، فهو بيحاول أنه لا، بما أنه هذا موجود فخليه موجود أحسن ما أرجع عاني من ألم الفقد أو ألم الرفض. طيب هلأ حكينا عن الأسباب، خلينا هيك شوية نعرف حالنا نحن كبشر وقت بيكون في بحياتنا هيك أشخاص، يمكن هذا الشخص السام موجود بحياة الكل ولكن بقناع متخفي خلينا نقول، وما فينا نحن نكشف حالنا أنه نحن بعلاقة سامة مع هذا الشخص، إن كان حبيب صديق أخ أخت ممكن من ضمن العائلة. اليوم كيف أنا بدي أعرف حالي أني أنا مع شخص سام أو بعلاقة سامة بحياتي؟ هلأ بداية شوفي رح نحكي عن شغلة لحتى أعطي المؤشرات اللي بتدل على هذا الشيء. بالعلاقات السامة أكثر الشغلات اللي بتشير إنه هي العلاقة فعلا هي علاقة غير صحية هي حالة الدوبامين اللي بتجاكي وبتتذكري فقط الشغلات المنيحة بهذا الشخص. هلأ أنا مو ضد، لكن كتير حلو انك تحطي الايجابيات والسلبيات. ما في حدا كامل، حتى انا ماني كامله، اللي مقابل الي اجباري مكامل، فانا وقت بيكون عندي تركيز فقط على الشغلات الايجابيه معناتها انا عم بعمل شويه اخفاء للحالات السلبيه يلي عندي. ليش التعلق بيصير التعلق؟ لانه انا وقت برجع بذاكرتي ما عم بتذكر غير حاله الدوبامين اللي عم يعطيني اياها هذا المخ لحتى تشعرني انه انا بعلاقه صحيه. فشوي العقل هو بيلعب
بهي الشغله انه بيوهمك او انت لا، هو مو العقل، انت عم توهمي حالك انك لا العلاقه منيحه انا ماشيه. الشغلات اللي بتشير لك على هذا الشيء هو الوجع. يعني دائما انت بحاله من التخبط، ما لك عارفانه حالك على اي مرفق، دائما بالرماديه تماما. هلا الشيء اللي اكثر من هيك هو انك بتفقدي علاقاتك مع الاشخاص الثانيه، هو بيحاول يبعدك عن محيطك. حتى بحالات معينه بيصير بتقلك الوحده، نحن اكثر من الذكور، الذكور ما بيعانوا منا هي العلاقات، نحن كثير في عنا هي الشغلات. فبتحسي بتقلك انه انا شو عندي لحتى ياخذ مني، ما عندي شيء اصلا، منيح قبلان فيني. هي الكلمه لحالها بشبهها انا مثل الطير اللي بنحطه بقفص، هو ما بيعرف معنى الحريه، هو بيعرف هذا البيت اللي عايش فيه. وقت بيعرف انه في حريه او في حياه ثانيه خارج هذا القفص ببلش يتعافى. الشغله الاكثر بتشير انه هذا الشخص هو الشخص الخاطئ بحياتنا هي الاحساس بقله الثقه بالذات. يعني انا بعدم وجوده انا منيحه، بعدم وجوده انا كثير سيئه. يعني انا ناقصه ناقصه لحالي وكامله معه. لا، ما في حدا ناقص بدون حدا، انا وحده ومتكامله. في حدا بيدعم حياتي، في حدا لا بيقلل من قيمه حياتي، فانا يفترض بعد عنه. فهي المؤشرات هي اللي بتظهر لي اذا كنت طبعا عندي وعي بالعلاقات. هي هي الاهم. ويمكن في حتى اليوم ناس بيقولوا لك انه انا ممكن لا اراديا عم بجذب الاشخاص يلي سامين بحياتي، بيصيروا يسالوا عن الاسباب انه ليش عم اجذب هدول النوع من الاشخاص. في سبب معين اليوم؟ هي نوعية الحياة أو جودة الحياة. لكي فهمنا للحياة أحيانا بنقول لك أنه جودة الحياة متعلقة بجودة العلاقات الاجتماعية. هي صحيحة 100% جودة العلاقات الاجتماعية تعطينا جودة حياة مثالية، لكن مو جودة عدد العلاقات. صحيح. يعني أنا بدي علاقة بحياتي تكون هاي العلاقة مثالية، لكن مو شرط تعدد العلاقات لحتى أنا أكون فعلا كائن اجتماعي. أنا ما تكون بوحدة، كائن اجتماعي مع واحد معين. صحيح. أو صديق، سواء صديقة سواء أخت، سواء مو شرط تكون علاقاتي كثيرة حتى أنا أكون فعلا كائن اجتماعي. لا، يقولوا عني كائن وحيد ومنعزل ومتفرد بشخص واحد أفضل من الكثرة. أكيد. طيب قالت هادي أنه نحن بنجذب بدون الأشخاص أو العلاقات، في ناس هي بتنجذب للشخص السابق كمان. بيكون هو عن جد، أنا ما عم أنزح، شفت أنا كثير أنماط تنجذب للشخص السام او النرجسي. صح. او اللي هلا عم نقول عنه. صح. توكسيك. شو السبب هون؟ السبب هو الهاله اللي بيكون عاملها حوالين هو عنده نوع من النظارات الملونه اللي بيعطيكي فيها الوان للحياه. صحيح. هذا القناع الوهمي. تماما. هو غالبا عنده اقنعه متعدده مو قناع واحد. يعني حتى وقت بتحاولي تسحبي حالك من العلاقه وبيحاول بشتى المجالات يرجعك، لانه هو شخص قولا واحدا انتهازي، شخص قولا واحدا عنده نوع من السيطره او حب السيطره، حب فرض الاراء. فبتلاقي حالك تلقائيا بتقولي لا، انه عنده نوع من الهيبه. لا، هو مو نوع من الهيبه، هو نوع فرض سيطره فقط مو اكثر. وغالبا نحن النساء بننجذب نحو هي الامور نظرا لانه عاطفتنا اكبر. لا، في كمان بعض الرجال بينجذبوا للانثى التوكسيك اللي بتكون هي انتهازيه او مسيطره نوعا ما. هي بترجع لطبيعه حياته الطفوله اللي هو عاشها بشكل كامل. طيب كيف اليوم نحن قادرين ننسحب من هي العلاقه بشكل كلي، يعني بدون نطلع باقل الخسائر نفسيا؟ لانه بيقولوا لك انه صعب كثير اليوم انت تتعافي من هي العلاقه السامه، او ممكن. صح. مع الوقت الشخص يتحسن. هل هذا الشيء صحيح اليوم ام لا؟ خلص اللي بده يضل هيك رح يكفي. خليني بلش من هي تبع انه شغلتي يتغير. تمام. ما في حدا يتغير، لانه الطبع غلب التطبع. اما انا حاولت، حتى انا كشخص اذا بدي اغير حالي ما رح اقدر اغير حالي، الطبع يغلب التطبع. ما فينا ولا بطريقه نربي لهذا الشخص تربيه من اول وجديد كثير صعب. اذا هو طلع من عائله اصلا هي العائله فيها اضطرابات معينه، فهو رح يكمل هي الحياه. لو ورجاكي ببعض المواقف انه هو شخص منيح، هلا هو مطلقا ما له سيء بالمطلق، لكن هو في عنده مناحي حياتي ما مناسبه لي. اول حل هو اني انا اقبل
المشاعر اللي عم تجي لعندي واعرف اعبر عن هي المشاعر. يعني اذا انا تعرضت لألم يفترض ما اخبي هذا الألم. فرويد بيقول لك انه المشاعر المكبوته ما بتموت، ترجع بتظهر لكن بمظاهر اسوا. يعني انا بعلاقه مع شخص جدا هذا الشخص ما انه مناسب لي، ما راح اقول انه هو سام لحياتي لكن ما انه مناسب، فما ببكي وقت بتنشق الورقه اللي مقابلي او وقت بوقع بمطب من مطبات الحياه او بتظهر مشكله معينه هي قادره انا اتخطاها، لكن كبتي للمشاعر الاولى هي عده لهي الشغلات. ثاني شغله وهي الاهم واللي نحن قولا واحدا ما عنا اياها اللي هي مهاره قول اللا. انا ما بقدر اقول لا لانه هذا الشخص كثير في مواقف بيني وبينه، هي المواقف حنونه، هي المواقف لطيفه. طيب اوكي بحط الايجابيات وبحط السلبيات، عند هي السلبيات بقول لا، هي حياته وحده او الحياه ما لها ورديه. فانت وقت بتتعرضي لشيء ايجابي او غير ايجابي، اذا ايجابي عبري بالكلام الجيد، اذا سلبي لا، من حقك تقولي لا. فهي ابسط الشغلات اللي ممكن اقولها. التقبل المشاعر اكيد قولا واحدا، والاعتراف انه هي الحياه هيك. يعني انا وقت بيجاني تروما معينه او صدمه من صدمات الحياه، سواء كان من فرد غالي على قلبي او فرد عادي، اعتبر هي التجربه هي تجربه حياتيه طلعت منها بنتائج او باهداف ببني عليها باقي حياتي، لكن باخذها على انها هي تجربه فقط. ما احكم على حالي انه انا على طول هو الطرف السيء، ولا احكم على المقابل الي انه هو سيء بالمطلق. هي علاقه كانت فيها اخطاء وفيها ايجابيات، لكن الاخطاء طغت على الايجابيات فطلعنا بعلاقه صار لازم تتوقف هي العلاقه. هلا نحن متفقين انه هذا الشخص ممكن يكون مناسب لشخص ثاني بس ما انه مناسب، لانه ممكن هو ما يكون حدا جدا يعني مريض او سيء بالمعنى الكامل، ممكن يلاقي اشخاص تناسبه ونحن نلاقي اشخاص تناسبنا. طيب انا اذا بدي اوقع بهي العلاقه او مع هذا الشخص او بدي فوت معه بهذا المنحه يلي هو بده يسحبني عليه، اتفقنا كمان انه عنده اقنعه وطرق جدا ملتويه وذكيه لحتى يوقع الشخص، انا كيف فيني احمي حالي هون؟ شو هي المؤشرات يلي بتخليني انا احمي حالي او انه قبل يعني ما اوصل لمكان صعب اني اسحب حالي منه؟ اول شغله هي اني اعطي قيمه لحالي. يعني ما اعطي القيمه للفرد المقابل الي. اذا كل حدا اعترف بقيمته بالحياه تمشي الحياة بشكل بملحة إيجابي. هذا الأهم. نحن غالبا بعلاقاتنا سواء علاقاتنا مع الأسرة أو علاقاتنا مع أطفالنا حتى بنحاول أن نعطي طرف المقابل أكثر ما نعطي حالنا القيمة الحياتية اللي هي تعطي. ليش أنت عم بتقولي أنه أنا أحيانا عم بستقطب هدول العالم اللي عندي وماني عرفانة؟ لأنه أنا غالبا عم ببحث عن قيمتي بعيون الآخرين مو بعيوني. أكيد. بالختام يعني معلومات كتير مهمة وحلوة من حضرتك اليوم الاختصاصية التربوية راما حمود، بدنا نشكرك أكيد، ونتمنى كل الأشخاص يلي تابعونا وكل الأشخاص يلي مرقوا اليوم بعلاقة ممكن فاشلة وسامة يعتبروها درس لهم وتجربة كرمال يمكن يكملوا حياتهم بشكل طبيعي. أكيد يعني ما بدنا ننسى كيري. كمان أستاذة رامانة وهدي على موضوع جدا مهم ولكل النساء أغلب الصبايا اليوم يفكروا بقانون الاستحقاق، أنا شو بستحق لازم أحصل عليه بدون تنازل. شكرا كثير لك وأهلا وسهلا. شكرا. أهلا وسهلا.